يعني ايه بقى الدي ان ايه اللي انتوا بتسمعوه ده؟ الدي ان ايه او البصمه الوراثيه او الحمض النووي كلها مسميات لحاجه واحده. يعني ايه دي ان ايه؟ لما بيلتقي الحيوان المنوي بالبويضه، الحيوان المنوي بيجيب 50% من صفات الاب. البويضه بتجيب 50% من صفات الام. يبقى خلي بالكم من اول يوم من ايام الحمل بيتكون عندي جنين يحمل نصف الصفات الوراثيه لابوه ونصف الصفات الوراثيه لامه. يبقى من امتى؟ من اول يوم من ايام الحمل. لو واحده سقطت تاني يوم الحمل او تالت يوم، شويه الدم اللي نازلين عليها دول ناخدهم نقدر نعرف مين الاب. طيب الدي ان ايه ده موجود فين؟ او الحمض النووي موجود داخل نواه كل خليه من خلايا جسم الانسان، داخل النواه، داخل الدم، داخل المني، داخل اللعاب، داخل الشعر، داخل الجلد، داخل العظم، المروي، القصبه الهوائيه، الجلد، الكبد، كل خليه من خلايا الكبد، كل خليه من خلايا الطحال، كل خليه من خلايا القلب، داخل النواه بتاعتها موجود ايه؟ الحمض النووي. طب احنا النهارده بنشتغل على حاجه اسمها 16 موقع جيني، يعني احنا عندنا في المصلحه بنشتغل على ايه؟ 16 موقع جيني. ال 16 موقع جيني موجودين فينا كلنا اللي قاعدين في القاعه وفي كل الشعب المصري وفي كل العالم. بس موجودين بترتيب مختلف. يعني احنا لو خدنا نقطه دم من زميلنا ممكن تلاقي ال 16 موقع جيني بتوعهم مترتبين من 1 ل 16. ممكن زميلتنا تلاقي الموقع الجيني رقم 1 نزل بقى رقم 16، الموقع الجيني رقم 1 نزل بقى رقم 15، الموقع الجيني رقم 1 نزل بقى رقم 13. فكرتها تباديل وتوافيق. يبقى لو خدنا نقطة دم من زميلنا ده بعد 10 سنين هنلاقي نفس الترتيب بتاعه من 1 ل 16 مترتب. ماشي؟ يبقى هي البصمة بتاعته هي دي تركيبته. متفق مع بيتفق مع نصف، بياخد نصف الصفات، يعني 8 مواقع جينيه من الاب و8 مواقع جينيه من الام. ماشي؟ عشان كده الدي ان ايه قلنا او البصمه الوراثيه ينفي ويثبت. يعني يقول فلان ده مش ابن فلان وفلان ده ابن فلان ويأكد. ماشي؟ على عكس فصائل الدم. فصائل الدم كانت تنفي ولا تثبت. صح ولا لا؟ يعني لما كنا نلاقي في مسرح الجريمه نقطه دم وتطلع او، انا عندي في مصر 40 مليون واحد فصيل الدم او، ما كانت تطلع فصيل الدم او ولا تعني حاجه. لكن لما طلع الدي ان ايه وجابوا لي المتهم وعملت له دي ان ايه وتطابقت المواقع الجينيه، يبقى هو اللي ارتكب الجريمه. لا تحتمل الشك ولا تحتمل الخطأ. لا تحتمل الخطأ.